محطة فاصلة في تاريخ لبنان جاءت صيف عام 82 بعد أن اجتاحت إسرائيل لبنان. كان لاجتياح بيروت توثيقه في دفاتر الحرب، فشهدت البزر وصول الإسرائيليين إلى بيروت واحتلالها. تقول إنها سمعت الخبر من خلال الراديو، وجاءت الدعوات بعده إلى رجال لبنان من أجل حمل السلاح دفاعاً عن لبنان كله، سلاح يكون تنظيماً للمقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال. تحت غطاء من نيران القاذفات المقاتلة والزوارق البحرية، وصلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت، وكان الهدف طرد التنظيمات الفلسطينية من لبنان، تصفية للوجود الفدائي القريب من فلسطين. حوصرت بيروت 90 يوماً، وصمد المقاتلون على مختلف الجبهات، تلاحم اللبنانيون والفلسطينيون خلال الحصار، وكان على دلال وأسرتها الاحتماء من قصف الطائرات الإسرائيلية المتواصل لتمضي أيام حصار بيروت ثقيلة شاقة. بال82 صار الغزو الإسرائيلي للبنان، رجعت عبيتي لقيت الواجهة تبعيت البيت مضروبة كلها، وبالداخل الحجار ضارب على 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 قلب الصالون وخارب الدنيا. عدت على الرصيف وصرت معتبرة إنه هيدي نهاية الدنيا، صرت أبكي كيف بتلاقيهم، كيف بتشوفهم بالتلفزيونات النسوان اللي بيطقلطموا بحالهم. أنا هيك عملت إنه راح بيتي، ما بقى عندي بيت. بس هلأ لما نبقارن الشيء يلي عانيته بقلب هيدي الحرب واللي كتبت عنه، والشيء يلي عم بعانيه أنا وكل المواطنين اللبنانيين بالانهيار التام لبلادهم لا يقاس. ما عاد في الألم تبع الحرب، مضضته آلام الانهيار.